منذ 7 سنوات ظل الإسلاميون طريقهم هنا في الأشرفية، كسروا هذا المبنى فيما هدفهم كان ذاك، أهو إنذار مسبق لربيع إسلامي لم يضل طريقه إلى السلطة أم مجرد حادثة عابرة تستذكر للاستثمار الانتخابي؟ منشوفها صارت بوقتها بالزمان والمكان اعتراضا على شيء محدد، وفي حينه انتهت يعني مبين عملانيا على الأرض، مش حدث معين صار وعم يتكرر كل شهرين ثلاثة أو كل سنة، لأن الموضوع المقصود فيه الأصولية الدنماركية ولا أي شيء آخر. هلأ بين المتظاهرين يلي أكتريتهم الكبيرة من جماعة 14 أذار، ممكن يكون في 4-5-6-7% من الناس، خليني أقول المتعصبين. الدكتور جعجع بس هيك وقتها كان بمحاولة لضبط الأرض لحتى ما العالم تفلت على بعضها. صار واضح أكثر عنا وعند الرأي العام لو من وقتها من 2006 اتخذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة هيدول الأشخاص يلي كان أول مرة ببينوا بهالعلن وبهالشكل الهمجي هيدا، يمكن كتير أحداث صارت من وقت 2006 لحداريخ اليوم كنا قدرنا تجنبناها. ليست الذكرى وحدها ما استدعت السجال المستجد، بل لافتات نشرت في الأشرفية تذكر بأحداث 5 شباط وتربطها بأحداث عرسال. يعني عم نحاول ندق على وتر مذهبي، نحاول نستثير الصوت المسيحي بعد الهبوط اللي صاير على مستوى التأييد المسيحي، نحاول نرفعه على باب الانتخابات النيابية، مثل كأنهم عم بيرهبونا ليقولوا لنا أنه حتى ممنوع اليوم تحكي بهذا الموضوع. هول نفسهم يلي نزلوا على الطرقات بال 2006، نفسهم يلي كانوا بالضمنية، وهم نفسهم اللي كانوا بنهر البارد، ويلي هنا نفسهم بعرسالي. صار حبة دعم الجيش هلأ هو بيقولوا لك أنت لأنه في انتخابات. هكذا وعلى إيقاع انتخابي يرتفع يوما بعد يوم تتداخل أحداث السنوات السبع الأخيرة. الشهيد بنعتبره شو راح يعمل بالسجود وشو عم يعمل هونيك ومنسميه مرحوم، وشهيد تاني منسميه شهيد لأنه حسب الطرف اللي قتل. إنه اللي ارتكب الحادثة مع سامر حنا سلم وحوكم، وما وقفنا قلنا إنه لا نحن متضامنين، ما وقفوا الناس وقالوا نحن متضامنين مع أهل الشيعة بين المزدوجين. بعد 7 سنوات على إطلالة السلفيين برأسهم من شوارعها للرد على إساءة الدنماركي للنبي محمد، تبدو الأشرفية هادئة، غير أن الواضح أن تحت الرماد ذاكرة مثقلة بمخاوف لا يرجح أن تريحها الانتخابات المقبلة. جاد غصن، قناة الجديد.